تحذير: هذا الفيديو عبارة عن قصة خيالية لأحد المعجبين، سأقوم بنشرها، لذلك المرجو من أصحاب القلوب الضعيفة عدم الدخول. حلقة اليوم هي حلقة محذوفة، ونبدأ القصة. للأسف داروين وأنايس مختفيان. ماذا حدث لصغاري؟ لقد اختفيا بعد الغذاء، اتصلنا بالشرطة وقد عثروا عليهما في الغابة. عثروا على جثتيهما، للأسف عثروا على رأس أنايس في صندوق. وعثروا أيضا على جثة داروين وبقية جثة أنايس كذلك. وماذا عن غامبول؟ ظننت أنه في البيت اليوم لأنه مريض. لا، أنا متأكد أنه أتى اليوم إلى المدرسة. سنقلم الشرطة مجددا لتبحث عنه. هذا ما وجدته الشرطة في صف الأنسة سيميان بعد البحث عن غامبول ووتسون. إنه لعمل شنيع. القاتل هو ألين. القاتل هو ألين. القاتل هو ألين، عدو غامبول اللدود. رام، دكتور مدمر، توقف أرجوك.